التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحت ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الخامس عشر ما قبل ختام هذه الأشواط، والذي خصص للزمول المحليات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والحاضرة في هذه اللحظات، لحظات ما بعد انطلاقة كل الشعارات والأسماء الحاضرة على أرضية هذا الميدان. بسم الله وعلى بركته دائما نتوكل ونطلب السداد والتوفيق لكل المشاركين. أتقدم مع المراكز الأولى وانطلق مع المركز الأول، زيزوم على المركز الأول، سيف بن مبارك بن هواشة الخيلي من يقدم زيزوم في مقدمة هذه الأسماء والشعارات المنطلقة في هذه اللحظات. المركز الثاني من الجانب الآخر يتواجد المستشار أحمد بن مبارك بن سعيد الاكتبي القادم شعار بالعمري القادم على المركز الثاني. والمركز الثالث السهم سالم بن خلفان بشاوي الاخفلي القادم على المركز الثالث. والمركز الرابع نتابع المركز الرابع مياس القادم على رابع المراكز، خليفة بن سيف بن كاسب المسافري من يتابع انطلاقات وتحديات مياس على المركز الرابع. النقلة للمركز الخامس يتواجد مغذي محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم في هذه اللحظات. شعارك يا أبو حمد، ومع انطلاقة مغذي على المركز الخامس. المركز السادس شاهين لمحمد بن سعيد بن محمد بن راشد الاكتبي القادم في سادس مراكزنا. ومركزنا السابع ياتي جزيل سيف بن ضعيف بن سيف الشامسي ياتي هنا مقدما، جزيل على المركز السابع. وثامن المراكز ياتي الشرس لمحمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي. والمركز التاسع هملول لمحمد بن علي بن راشد الظاهري القادم في هذه اللحظات. شعار بن تريس القادم والمتقدم مع انطلاقة هملول. عاشر الأسماء ياتي شاهين، جابر بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي من يتابع ومن يطلق ويتابع انطلاقة شاهين على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا أول ندى في هذه اللحظات للعشر المراكز الأولى المنطلقة في مسار 8 كيلومترات. قطعنا 3 كيلو وتبقى 5 كيلو عن خط النهاية. وزيزوم على المركز الأول، زيزوم على الصدارة والمقدمة، ويقدم في هذه اللحظة سيف بن مبارك بن هواش الخيلي يتقدم بن هواش ويتابع زيزوم. زيزوم على المركز الأول، بالعامري قادما مع المستشار ياتي هنا أحمد بن مبارك بن سعيد بالعامري الاكتبي قادما على المركز الثاني. المركز الثالث السهم سالم بن خلفان بشاوي القادم الغفلي قادم في هذه اللحظات. بشاوي مقدما السهم على المركز الثالث. المركز الرابع
المركز الرابع يتواجد في هذه اللحظات وينطلق مياس خليفة بن سيف بن كاسب المسافري قادما هنا بن كاسب مقدما مياس على المركز الرابع والمركز الخامس يأتي مغذي بشعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري والمركز السادس نتابع القادم شاهين لمحمد بن سعيد بن محمد بن راشد الكتبي قادما في هذه اللحظات شعارك يا ابو سعيد مقدما انطلاقات وتحديات شاهين على المركز السادس المركز السابع نتابع سابع الاسماء سابع المراكز يتواجد الشرس في هذه اللحظات لمحمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي القادم على المركز السابع ثامن المراكز جزيل القادم جزيل سيف الضعيف بن سيف الشامسي يتقدم ويقدم جزيل على مركزنا الثامن والمركز التاسع يتواجد في تاسع المراكز وينطلق في هذه اللحظات يتقدم شاهين لجابر بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي والمركز العاشر اول نداء لنهاب القادم مظفر بن محمد بن خموش العامري يتقدم هنا الشعار العيناوي مقدما انطلاقات وتحديات نهاب هكذا هي النتيجة هكذا هو ندانا الثاني تجو عند العشر المراكز الأولى المتقسمة في هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الله نتابع الأسماء القادمة والشعارات القادمة ولنا عودة مع بن هواش الهيلي ومع بن عامري ولكن اللي غير المستشار أحمد بن مبارك بن سعيد بن عامري الكتبي يتقدم وبدأنا نغادر لوحة الثلاثة كيلومترات قطعنا الخمسة وتبقى ثلاثة ما تبقى إلا القليل يا بالعامري المركز الثاني المركز الثاني القادم زيزوم القادم في هذه اللحظات سيب بن مبارك بن هواش القادم الخيلي مقدما انطلاقات وتحديات زيزوم على المركز الثاني المركز الثالث وصل السهم في هذه اللحظات القادم بشعار سالم بن خلفان بشاوي الغفلي من خطف نقطة في هذا الصباح يأتي مع مخيفة يبغي يخطف نقطة ثانية بطريقة واسلوبها لللمسة وبطريقة واسلوب السهم على المركز الثالث المركز الرابع شاهين محمد بن سعيد بن محمد بن راشد الكتبي المركز الخامس يأتي مياس خليفة بن سيف بن كاسب المسافري يقدم مياس على المركز الخامس سادس المراكز مغذي محمد بن سهيل بن عويضان العامري والمركز السابع وتابع القادم جزيل سيب الضعيب بن سيف الشامسي ثامن المراكز عندك يا الطنيجي يقدم الشرس محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي المركز التاسع المركز التاسع وتابع نهاب المظفر بن محمد بن خموشة العامري قادم وعاشر المراكز شعار بن مصلح قادم مع شاهين جابر بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي غادر المستشار الثنين كيلومتر غادرها في هذه اللحظات مدرج الهبوط تدريجيا الى خط النهاية والى ناموس الشوط والمستشار المستشار على المركز الاول ركز يا بالعامري بن هواش قادم بتاريخ وانجازات زيزوم على ارضية هذا الميدان سيب بن مبارك بن هواش الخيلي القادم على المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات المركز الثالث من القادم من الواصل في هذه اللحظات
شعار شاهين محمد بن سعيد بن محمد بن راشد الكتبي قادما، وكذلك مياس لخليفة بن سيف بن كاسب المسافري. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل مغذي لمحمد بن سهيل بن عويضان القادم. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى الكوكب الثنائي ما بين بالعامري الكتبي وما بين بن هواش، ما بين المستشار وما بين زيزوم. شوط المحليات، شوط المحليات، الزمول يعتبر من ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين، وبالعامري وإنتاج والمستشار على المركز الأول على الصدارة أحمد بن مبارك بن سعيد بالعامري الكتبي يتقدم على المركز الأول. ولكن بن هواش، محرك زيزوم، القادم على المركز الثاني بشعار سيف بن مبارك بن هواش الخيلي يا اخت الخيلي يا بالعامري. وصل زيزوم، والمستشار، المعركة ثنائية، من القادم في هذه اللحظات؟ أتابع القادم والواصل مرفوق، القادم مرفوق، عيد بالصغير بن قنون بن يراد الكتبي قادما، ما يبتلى طهري الا هذه اللحظات. مرفوق بن يراد وبن هواش، يتقدم بانتاجه مع زيزوم سيف بن مبارك بن هواش. روح لخيلي، روح بناموسي هذا الشوط، تهانينا والناموس منذ هذه اللحظات إلى مدينة العين دار الزين. من يحتفلون بهذا الانتصار في ميدان تحفة ميادين؟ السباقات، أول انطلاقات الزمول، المحليات، الإنتاج، الأصايل يذهب إلى بن هواش. سلموا لي على بن هواش سيف بن مبارك بن هواش الخيل. أسعد الله صباحك بكل خير يا راعي زيزوم، صباحك اليوم زيزوم. المركز الثاني مرفوق لعيد بصير بن قنون بن يراد، المركز الثالث مغذي لمحمد بن سهيل بن عويضان، المركز الرابع شعار بالعامري وصل مع المستشار، والمركز الخامس مع مياس لخليفة بن سيف بن كاسب المسافري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الانطلاقات، هكذا هي الزمول، المحليات، الأصايل في أشواط الإنتاج. خطف بن هواش هذا الشوط وطارب إلى مدينة العين، قطع 8 كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 22 سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك زيزوم سيف بن مبارك بن هواش الخيل، وسلام يا مدينة العين، سلام أسعدتم صباحا بهذا الانطلاق. المركز الثاني نتابع 13 دقيقة 28 خمسة أجزاء من الثانية. اللي وصلنا مرفوق لعيد بصغير بن قنون بن يرادة الكتبي وصل على المركز الثاني، ما قصر، قدم عرض يشكر عليه، فاجأنا في الكيلومتر الأخير. المركز الثالث 13 دقيقة 33 وستة أجزاء من الثانية. اللي وصلنا على المركز الثالث مغذي لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، المركز الرابع شعار بالعامري الكتبي. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس للجميع.